رح بتضل معنا عضو كتلة الوسط النيابي المستقل النائب نقولة نحاس، الوزير السابق النائب نقولة نحاس. مساء الخير. مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. ما بعرف ليش حفلة نواب روم أرثوذكس الليلة، ما بعرف ليش مساقبة هيك. هذه أنت روم؟ لا أنتو أنا علماني، بفتكر بجذوري ولكن علماني. معالي الوزير، مثلا نكهة غير شكل يمكن. كيف؟ بيعطوا نكهة غير شكل يمكن. ما بعرف. بدي بس ارجع لإلك، طالما عم نحكي عن موضوع يعني حقوق المسيحيين والى اخره، يعني دائما انتم بالتيار الوطني الحر وبتكتل لبنان القوي يعني بتحكوا عن يعني عن حقوق المسيحيين والمحافظه على حقوق المسيحيين، بس المشكله انه ما ضل حدا من الاطراف المسيحيه الا ما اختلفتوا انتم وياه، يعني القوات، الكتائب، فرنجيه، المسيحيين المستقلين. ليه يعني كيف المحافظة على حقوق المسيحيين ومختلفين مع كل شيء في مسيحية على طول غيركم؟ على طول الحق بيكون وحده. لا هو ممكن يكون على طول الحق أو كمان ممكن يكون مش معقول كل الناس غلط، ما هني أساسا مش متفقين وبس طرف واحد هو الصح، أساسا مش متفقين وانتم انضميتوا للجو كمان بطلتوا متفقين. لا نحن الحق واضح هيدا الشيء. استاذ نحاس. نعم. أولا عم بقول لك صحة جورج عطلة. شكرا شكرا عزيزي، شكرا. شايف شي ميشيل نجار بهالكم يوم؟ لا سلامتك. لا سلامتك. لا 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 على كل حال سلامة قلبه الوزير نجار، بنتمنى له كل الشفاء. استاذ نحاس، يعني تأجيل الاستشارات النيابية طبعا يعني كلكم انتقدتوا هذه الخطوة. إذا بدي أرجع لموضوع الحكومة والطرح الحكومي، الرئيس نجيب مئاتي يعني رئيس كتلتك طرح من خلال هذا البرنامج مبادرة من 3 أسابيع، مبادرة أن يترأس الرئيس الحريري حكومة تكنوسياسية. هل ما زلتم عند هذا الرأي أنتم ككتلة كنواب؟ والرئيس الحريري عم بقول بده حكومة اختصاصيين، برأيك بتقلع حكومة الاختصاصيين ولا لا التكنوسياسية هي الحل الأزبط؟ بعتقد السي جورج عم نحكي كلنا بموضوع خارج السياق، لأنه القصة الأساسية اللي عم نعيشها أنه نحن بأزمة مصيرية حقيقية وعم نتلهى بأمور ما لها علاقة بالأزمة، ما لها علاقة نهائيا، لا بتقدم ولا بتأخر. الأزمة على شهرين أن من وقت الانفجار الفظيع، الانفجار الكارثي، استقالت الحكومة. كان لازم بعدها ب 24 ساعة تكون حكومة نظرا للظرف اللي احنا عايشين فيه. هيدا كلام نظري يعني لا يطبق على الواقع اللبناني، يعني مش شو عم ناخر. حدا يقول لي ليش عم ناخر؟ لما اجى شخص اسمه ماكرون على لبنان واجى معه خريطه الطريق، بتقول بوضوح كلي بدكم تطلعوا من القديم، بدكم تخلعوا الصوب القديم، وبدكم تروحوا بمرحله انتقاليه. يلي اعطاه رئيس ماكرون شو قال؟ قالوا لكم تروحوا لمرحلة انتقالية، تعملوا حكومة هي حكومة أخصائيين اسمها جوفرنمان دو ميسيون، وبتطلعوا بعدين ساعتها بتاخدوا نفس. بدنا نفس، العالم ما فيها توصل لمصرياتها، العالم عم تفقر، العالم عم تهاجر، اعطوها نفس. لما بتعطوها نفس قادرين ساعتها تشوفوا كيف بدكم تعالجوا الأمور الأساسية، الأمور الإصلاحية الأساسية. صلي أنا عم اسمع الحلقة من الساعة 9:30، من حكى كلمة إصلاح؟ كلمة أساسية من حكيت. الموضوع الأساسي هو الإصلاح. إيه بس وليس توزيع. بس مين؟ لا بس مين اللي بده يعمل الإصلاح؟ الحكومة. ما بدك الموضوع الأساسي نوصل لحكومة. الاستشارات تأجلت وما بنعرف نهار الخميس شو رح يصير. أنت كنائب وككتلة بمجلس النواب، نهار الخميس برأيك من هلأ للخميس شو ممكن يصير؟ يعني لوين رايحين؟ شو السيناريو المفترض؟ ما بيهمني شو بده يصير. الخميس بده يكون في تكليف والموضوع انتهى. هلأ المشكلة الأصعب هو التأليف. ايه طب مازال بده يصير، لحظة، مازال الخميس على أساس التأليف. استاذ نحاس، مازال الخميس بده يصير في تكليف، ليش هالتكليف ما صار الخميس الماضي؟ يعني شو بنكون عملنا بهالتأجيل؟ بدك تسأل يلي عبقل الموضوع بشكل او باخر، وما بدي افوت بالتفصيل. مين اللي عرقله؟
فخامه الرئيس اجل استشارات، بدك تسال فخامه الرئيس ليش اجل؟ هو بيقول انه اجوب بكرادونيان طلب منه وكتل ثانيه طلبت منه. بتظلموا لاجوب هيدا بالمباشر، هيدا بالمبين. بدك تشوف شو منه مبين. برجع شو المش مبين؟ ما قل لي شو المش مبين. لك عم شو يعني كل انا بدي انا شو انا ماني بالتفاصيل الممله، ولكن كل الصحف كل اللي بحللوا قالوا الوزير جبران باسيل مش موافق على الطرح اللي عم يتم. بس برجع بقول هيدا مش مهم حاليا. المهم يا جماعه نطلع من هالمطبات، نخلق لحالنا مطبات بلا طعمه، لانه بعتقد المشكل الاكبر اللي بده يحتل قدامنا كيف نتفق على الاصلاحات. مشان هيك كان طرح الرئيس مئاتي. طرح الرئيس مئاتي كان انك انت اليوم مجبور انك تعمل حكومه ميسيون مثل ما قال ماكرون، بما انه نحن منقسمين، نحن تنازلنا على الوطنيه، نحن تنازلنا على الحس الوطني مشان الحس المذهبي، رحنا اتجهنا نحو المذهبيه، المذهبيه هي محكمه برقابنا وبعقولنا وبنفسنا. مشان هيك قال رئيس مئاتي، بما انه في رئيس مسيحي ورئيس مجلس شيعي، بيجي رئيس مجلس الوزراء سني ليكون في ميثاقيه للتوافق على الاصلاحات وليس مشان اجل اخر، ومعهم حكومة مستقلة عن التأثيرات السياسية لكي تطبق برنامج ماكرون. الموضوع بدك تأمن الغطاء السياسي لهالحكومة. رئيس جمهورية سياسي، رئيس مجلس سياسي، رئيس حكومة سياسي، وحكومة مستقلين ومتخصصين بالموضوع الإصلاحات وفقط الإصلاحات. ينطبق على الرؤساء لا ينطبق على الوزراء. يعني انتم مع حكومه اختصاصيين ومستقلين، مش مع حكومه تكنو سياسيه. مستقلين مثل ما قال ماكرون. ليش بدنا نالف؟ قال الموضوع هيدا بده حكومه ميسيون على 6 أشهر، وراجع وقال بتفصيله رئيس سعد الحريري بمقابله التلفزيونيه. إيه بس فاذا بس نحن يا استاذ نحاس، هيدا كلام بالتطبيق. يعني لما بيقولوا لك يعني الثنائي الشيعي، معقول انه يجيب الرئيس الحريري مثلا وزراء شيعه ما يكون راضي عنهم الثنائي الشيعي؟ معقول يجيب وزراء دروز ما يكون راضي عنهم النائب وليد جنبلاط، النائب السابق وليد جنبلاط؟ بضل في عنا قصه العقده المسيحيه. ما لا انا ماني معك، ماني بفهم معك بالموضوع ابدا. لانه رئيس سعد الحريري طرح الموضوع من زاوية حكومة مستقلين. قال الشيعة إذا بيجي على وزارة المال ما في إشكالية، بس ما بتكون عرف، ما بتكون تثبيت لعرف. هل أنت تعتقد إنه في مستقلين بشكل صافي بلبنان؟ طبعاً. إنه شو يعني كلنا متعلقين بالمذهب، كلنا متعلقين بالزعامات؟ مش مزبوط. مش مزبوط الحديث. بمحل. المهم التأثير السياسي يكون خفي، يكون غير موجود. لأنه هالفايدة ميسيون بدها تغير مفاهيم ومقاربات أساسية بالمفهوم الاقتصادي. هذا المطلوب بده غطى. الغطى هو غطى ميثاقي مذهبي، وللأسف رئيس جمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء. ولكن هن بيكونوا، لأنه عفواً هدول هالثلاثة بيأمنوا الغطى للإصلاحات، ما مشان لأنه ملونين مذهبياً. نعم. لو بتقلي معالي الوزير، بدي أسألك، أنت قلت أنه الخميس رايحين على تكليف، ولكن العقدة هلأ بتصير بالتأليف. إيه؟ طبعاً. كيف رح تكون العقدة بالتأليف بعدين؟ بدنا نفوت على هالموضوع الأساسي الجوهري. اللي هو؟ كيف الحكومة مكونة؟ الأخصائيين مثل ما قال ماكرون مستقلين عن التأثيرات السياسية، بيقبلوا فيها الكتل السياسية أما لا؟ هذا موضوع مفتوح على كل مصراعيه، وأنا ما عندي أجوبة عليه. وبتمنى نظراً للظرف اللي احنا عايشينه، نظراً للانحدار والانهيار الكبير نحن فيه، ما في شيء أهم من أننا نرجع نمسك الإيد الممدودة إلنا. لأنه أنا شايف بعد شوي حلقيت حتبطل ممدودة، وساعتها شو بنعمل؟ شو بنعمل بالدعم؟ شو بنعمل؟ نحن ما عنا فرص. شو إلى قيمة 6 أشهر نقدر نحن نجيب مين أخصائي إطفائي يشيلنا من هالهاوية هيدي؟ شو المشكل؟ ما لازم نوقف عندها، لأنه الحصص ما إلى قيمة لما بنكون نحن مفلسين. الواحد بيختلف على حصة يكون فيها فعل. بدي أقول شغلي، مش عتفليسة. الدستور شو بيقول؟ الدستور معمول ليحل أزمات. دستورنا بيعمل أزمات. هيدي شغلة. ليش؟
لأنه ما عنا حسن النية وما عنا حسن التصرف. لأنه لما بتعمل دستور تفترض حسن النية، لما تفترض حسن النية معناتها أنت بتعمل كل شيء لما يوقف الدستور وما توقف المؤسسات، لأنه أهم شيء المؤسسات ما توقف. وهيدا مش عم بيصير، هذا ما عم بيصير. نعم، أنا بدي أشكرك أستاذ نقولة نحاس النائب في كتلة الوسط المستقل، شكرا على مداخلتك وأهلا وسهلا فيك.